مرحبا بكم في شيء ما يتخبى. الكل نعرفه اللي نعيشه الحدث الديني الكبير هو المولد النبوي الشريف، مولد سيدنا عليه الصلاة والسلام. متواجدين في مدينة القيروان لإحياء الذكرى الكبيرة هذه. الكل نعرفه أنه مدينة القيروان بخلاف المقروض اللي هي تتشهر به، عندهم عادات وتقاليد أخرى، من حاس يعني للبلغة للجبة الأصلية القروية الأصلية، يعني العديد والعديد من الأنشطة موجودين في المدينة العربية، وحابين نواكبوا مختلف الأنشطة هذه، من ضمنهم البلغة وكيفاش بدات ولوين وصلت والغرام تاع بعض يعني صناعية خلينا نقولوا في المدينة هذه. تبعونا. قاعدين نحكيوا على النحاس من الصناعات التقليديه، والنحاس بصفه عامه عنده قيمه كبيره برشا في القروان. نعم، هذا من قديم الزمان، النحاس موجود في القروان من قديم، من وقت الاستعمار، فهمت؟ وقعدوا يتداولوا عليه اجيال في الخدمه هذيا، فما في الصنعه وثم في الصنعه نتاعو الحقيقيه، نحاس عربي ولا نحاس ذي نتاع صناعه تقليديه ارتيزان. وقبل الموجود كان النحاس العربي تاع القصعة والكروانة فهمت والليان وهذوك متاع الملسوقة، هذا كان النحاس العربي القديم والقصعة الكبيرة والوسطى متاع النحاس، فهمني؟ ويقصدروهم يبدا فما اللي ياخذوا أحمر ونحاس أحمر كيكة، وبعد حتى يقرب العرس مثلا عنده عرس متاع بنته ولا ولده يشريوهم، وبعد وقت ما يقرب الوقت متاع العرس يولي يقصدروهم بالأبيض، يعملوهم تسمى كيما نيكلاج، يعملوهم في سوق في النحاسيه، يولي نحاس نتاع عروسه، فهمت؟ عنده مكانه كبيره عند القراوي. لا، ذاك قبل كان هو الزهاز نتاع العروسه، العروسه هو النحاس هذاك، فهمني؟ مش كيما توا ولا ينوكس ولا الامور هذه، لا قبل ما كانش موجود شيء هذا، كله نحاس عربي. اي نعم. وبعد جاء تطور النحاس هذا، ولا كيف جات بدات السياحه في القروان مع توريست في بدايه الستينات، ونقولوا احنا بدات الخدمه هذه في السياحه نتاع هذه في الستينات، ماهوش قبل، لانه يعني حتى قبل كانوا موجودين كانوا يبيعوا كان كعبات زرابي، اما بتعد تطور الدنيا ولاو يخدموا في النحاس هذايا وهلا طبقات هذيا، ويجيوا السواح من كل العالم الكل ويشريوا طبقات معناها النحاس هذو، سواء كان منقوش سيزلي روبوسي انكروستي بالفضه، منوع النحاس بجميع انواعه، لان احنا وقتها تعلمنا الخدمه هذيا واللي نخدموا ننقشوا في النقش كيما هذايا على النحاس، ويتنقش بالصوره اللي موجوده توا، يجي فيهم الاسامي وكل شيء. في المولد احنا نعرفوا اللي المولد النبوي الشريف توا في القروان، يعني تتحرك فما حركيه تجيك ناس. الحال وخاصه في المولد يجيوا البراينيه ياخذوا النحاس وياخذوا المقروض وياخذوا برشا حوايج ياخذوهم. معناها الناس مختصين، كل واحد صنعته شنية يصنع ويبيع الخدمه هذه في المولد. في المولد وفي السوق، اما قبل كما قلت لك انا في التاريخ نتاع قبل كان خير برشا من توا، قبل كانت ياسر الدنيا فيها تتحرك برشا، الخدمه كانت قبل خير من توا برشا مرات، الناس كانت تصور في برشا فلوس، ثم اللي سيزوني هذه خدمه الموسم نتاعو في المولد يصور خدمه 6 7 8 اشهر مصروفه ويخبيه، فهمت؟ توا ما عادش. قاعدين نحكيو على البلغه، من ضمن الصناعات التقليديه اللي معروفه بهم القيروان. احنا في نهارين مولد، دونك قلنا خلينا نشوفوا خلينا نتبعوا شويه كيفاش بدات، كيفاش بدا غرامك ساعه بحكايه هذا التقليدي البلغه. والله بي اللي غرمني به بحكم نقرا ونجيو للسوق، فهمني؟ بطول المده اللي صي تغرمنا بها ما عادش نجم نفرقوها، فهمني؟ بالنسبه للكونترا وعروفيتنا كانوا قبل اللي يغرمونا بحكم الكونترا والصنعة وكل شيء، فهمتني؟ اللي تغرمنا كونا منها وعرسنا منها والحمد لله رب العالمين، فهمتني؟ فما إقبال عليها في المناسبات كيما المولد مثلا، فما إقبال؟ والله إيش نقول لك، بالنسبة للكونترا أكلي بدأت توا رجعت، قبل كانوا كعبتين وكعبة يلبسوا الكونترا معروفين فلين وفلين وفلين، حكم توا الشباب طالع جديد بالعروسات والحمد لله بدات ترجع بالكدي الكونترا، فهمتني؟ وان شاء الله
الصناعه التقليديه تظهر اكثر من هكا، ماذا بينا زدت تتحرك لنا بالكدا بالكدا. بالنسبه للشبيبه اللي طالعه، جينيراسيون اللي طالعه، فما توجه، فما اقبال على الصناعه هذه في القروان؟ والله لا، ما جماعه البوزار الاكثريه متوجهين، اما كصغار توا الاكثريه ما عادش كيقبل، يحبوا ماذا بهم يتعلم ياخذ الفلوس. قبل لي كي تتعلم عارفك اكلي حاسبك كان ولدك، معناها ديما اكلي ما نخموش قبل الوالدين على الفلوس، يلزموا يحفظك انت. توا لي بحكم الانترنت وبحكم كل شيء ما عادش كيقبل الصنع. نتمنوا على الشباب اللي طلع جديد راهي صنعه باهيه وحنينه وتنحي سلسل الفقر، فهمتني؟ ماذا بينا الشباب اللي طلع جديد اللي ما مشيش في قرايته ولا واحد يتعلم الصنعه خير. راهي الصنعه بطول الماضي يقول لك تفهم الجديد تقعد صنعه اليدين. والله يا ربي لك الحمد، كل نهار وقسم، ليله تعشي وليله تمشي، فهمتني؟ ب 20 دينار. قداش متكلف عليك انت؟ والله السلعة بحكم توا غليت ما عادش كيقبل السلعة، فهمتني؟ السلعة وليت نار تشعل ما عادش كيقبل. السلعة غليت، الكل غليت، المسمار غلي، جلد غلي، كل شيء غلي. ما قبل فما المسمار، أما توا قد الخبز قد العدو، توا ما عادش كيقبل. احنا توا في البلاغ جاي. به بارابور للقاعدة راه في العمر ماكش كبير برشا، لكن فما غرام قاعد تخدم وراد بالك وتخدم بصنعة. كيفاش غرام؟ كيفاش بدا الغرام هذي؟ راهو الغرام هذي راهو من الصغر، الغرام هذي يعني حبيتها الصنعة هذي، فهمت؟ كي حبيت باش نتعلمها راني تعلمت، وحبيت باش نحط روحي معناها في مخي في الخدمة هذي، حبيت باش نخدم الحمد لله رب العالمين، نخدم مرقلين الحمد لله. كونت منها؟ كونت منها الحمد لله، معرسين وعملنا دار، عملنا حانوت الحمد لله. كلهم البلغه والصبابه ولا؟ البلغه والصبابه ولا كل شيء، فهمت؟ حسب تقريبا قداش من عام عندك؟ عندي 30 سنه لهنا في الحانوت هذا. 30 عام؟ 30 عام، عمري 52 سنه. ما تبينش من اقول لك صغير. صغير لا لا، ما يخدر الدنيا هذه بايعها من تالي، فهمت؟ الحمد لله رب العالمين، عرسنا كون جبنا صغار وعملنا حانوت وعملنا دار. عايش فرحة المولد كيما الزوار اللي جايينكم اليوم؟ بالطبيعة فرحتنا هذيك، بالطبيعة هذيك المولد هذيك نستناو فيه كما نقولوا فيها، وقتاش يجي باش نفرحوا بالعباد ونفرحوا بالناس خيانة وكل كين. بابا قداش عمرك انت توا؟ توا انا عمري 80 عام. 80 عام، قداش عندك في الخدمة هذه؟ عندي فهمتي انا قرب 60 سنة في الخدمة دي. 60 سنة وانت فرد بلاصة؟ فرد بلاصة، لا لا لا، خدمت في بلايص أخرى. ما يعني فرد صنعة، فرد مهنة؟ فرد صنعة، فرد مهنة. هي هذه الصنعة، هذه الصناعة التقليدية، معناها كنا بنخدموا الصندال والبلغة والصبات وكذا، فهمتني؟ وأخيرا استقر معناها فهمتني على الكونترا، فهمتني؟ هذيك خاطر صناعة تقليدية 100%، فهمتني؟ هذه بغرام كبير خدمتها بمحبة، كيف بديت الحكاية معاها؟ صغاري وكبرت منها واحد، السبب متاعها معناها كي دخلت لها وانا عمري صغير بكل، فهمتني؟ معناها مرض بوي وخلالي معناها اخواتي وخلالي معناها واحد يلزمني انا باش نوصلهم. خرجت انا فهمتني معناها من القراية ودخلت للصنعة، غلبت علي الصنعة. كانت الصنعة خير من القراية، صنعة اقوى من القراية. توا هاك تخزر شنو اللي صاير توا، فهمتني؟ كانت الصنعة معناها حب يقول الصناعي يصور خي قد خمسة مرات قد الواحد، قد المعلم الواحد. المعلم كان يخلص 25 دينار، فهمتني؟ عام قديش هذا بابا؟
يا عم من عهد الاستعمار وانت جاي. من عهد الاستعمار. من عهد الاستعمار معناها من جاي قبل ما نستقل وقبل ما كذا. ما زلت ما شهر كامل يقعد يخدم على 25 دينار. بينما انت معناها ممكن تصورهم في نهار. فهمتني؟ كانت الصنعة عزيزة. توا معناها لا قاعدة صنعة ولا قاعدة قراية ولا قاعدة كل شيء. حتى صنعة توا أمورها تعبة ولا بالحق. علاش؟ على خاطر ما اللي قاعد يصير لنا توا ما صارناش حتى في وقت الاستعمار ولا بالحق. كانت فرنسا تقول أولادي تجيب من فرنسا وتعطينا لنا نحن باش نخدموا باش ما نقعدوش معناها مخصوصين. بابا قاعدين نحكيوا احنا موجودين في القروان وخيرنا ان نحكيوا على الصناعات التقليدية والنسيج من اهم القطاعات من اهم يعني الصناعات التقليدية بالنسبة لتونس وبالنسبة للقيروان بالذات وبالتحديد الحايك. شنو هو الحايك؟ كان تحكي لي على الحايك هذا اللي تتميز به القروان. الحايك هو قيام تغزو نساء يبدأ جويد ويتخدم منه فيه قيام في قيام ذاك يتسمى الحايك. والنوع الاخر البطانية لعبانة هي زاد نفس العملية طعمة صوف وقيام القشابية البرنوس الجبة ذي كل اللي تخدم في نسيجة الشاربة الكلمة حاجة أخرى معناها كل حاجة وشنية فما حتى اللي يخدموا في الحرير سفاس الحرير ذي كل متابعة نسيجة. بقينا الصناعة هذية ما عندهاش يخرج كان تقبل عنا خرج كانت قبل نابل وبني خيار هذية ما فماش دار ما فيهاش نول وما فماش دار ما عندهمش كما يقولوا ماكينة باش يقاديوك القشاش يقاديوك لكن يخرجوا فيها. تخرج عنا الجزائر نزوا فيها الجزائر نزوا فيها المغرب كان سميات كان فما الخرج متوازرة هذية ما تقعدش زاد كيف كيف شيات قلت المحلت دات بطريف بطريف كل حاجة تنقص حاجة كل مرة تنقص حاجة خير منتهاء حتى استفساري كانت البسمنة وكان خارج برا في الجزائر وكان هنا في تونس محل قليل توا اللي حاطين لبس السفساري تراب السفساري قليل خلي من الحايك. الحايك ممكن كعبتين ثلاثة قاعدين يمشيو به هنا في القروان ناس كبار معناها وقعدوا من اللي هما من صغر استانسوا باك الحايك قعدوا هذوك هو الأصل ولا؟ إي أصل حاجة مؤصلة بقينا توا حتى طفلة ما تنجمش تقاديه الا ما يعملوه لها ولا ما يشوف شكون قليل ما حدش. قداش عندك انت توا في النسيج حاجه؟ يعني في النسيج عندي توا 50 سنه 50 سنه حاجات كل اللي خدمتها حرير حتى حرير بالفضه حرير بالذهب فهمني خدمناه بقينا على برا الجزائر في مهديه هذه الحاجات هذه موجوده برا كل بلاد وشنية ايش تختلف هنا عندنا توا الشاربه والحايك والعبان والبرنوس موجودين هنا في القير على اساس القيروان خاطر زي توا راي القيروان كانت عاصمه وهالصناعات هذه الكل يلزمها تكون في العاصمه من القديم هذايا التراث القديم فهمتني كي التخشيش كي النجاره كي معناها كي النقش كي من كل شيء يلزم يكون موجود فهميك باش تتبعك الناس هذيك مشكلة توا الصناعة قلت علاش ما فماش استيراد ما فماش شكون يخرج كما يقولوا يجي ولا بلادك تاخذ من عندك ولاد بلادك ياخذوا من عندك ما يجيبوش من الاستيراد من برا هو لنا منا فينا انت تصرف وذاك يصرف وذاك يلبس وذاك يلبس وفلوسنا تقعد هنا ما نقعدش نجيبه احنا من برا وتقعد بعد شيء ذاك ملوح ولا انت ذاك يلقى مش يخدم ولا ذاك يلقى من مش يخرج يولي الناس كلها تبطل نحن ماذا بينا واش خص احنا كان ترجع البلاغجيه مسكره صباح السوق هذايا هاك تغزله هاو قليل معناها اللي فيه
اللي مازال فيها وكما ذاك نافح كما يقولوا ولا حاجه باش يرجع نوجيه. نقول لك نحب نتعلم. فما ناس عندها كيف تحبك هكا صنعها هي. انت تو حلتني باش نسالك، انت عندك 50 سنه وقلت لي الصنعه هذه ماشيه وتندثر، يعني ما عادش فما لهوه بها وما عادش فما الامكانيات. باش يقولوا الصغار ملا باش يقولوا لي جون جينيراسيون توا باش نجيو باش نحكيو معاه يعني في عمره هو، مازال فما توا غرام بال 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 بالصنعه هذه صنعه النسيج؟ توا جينيراسيون هذيا كي تعدى تحب تخزر لك برا، تحب تشوف كيفاش تخدم هكا، يسمع معناها تقربيها نتاع نقول لك شوف كيفاش يعملها وكيفاش يصنعها وكيفاش يقدر، باش تلقى كما نقولوا من الشباب اللي مش يدخل باش يمارس المهنه هذيك هو بيدو يسمع بها يقول لك انا هذيا هي مندثره، منين بعد انا مش نلقى باش يتعلمها باش يوحد، خاطر اولا ما يلقاش شكون التشجيع اللي مش يمد، وما يلقاش شكون مش ياخذ من عنده باش يقعد يخسر لها اش مش يعمل هنا، معناها هو اللي يقول لك نبات ما نخدمش واللي يشوف حاجه اخرى. احنا ماذا بينا صنيع وكان ترجع بقينا ماذا بينا شنية زادة دولة متاعنا حتى فينا حتى منا نخرج أخويا منا البلاد هذيك تجيب هذيك والبلاد هذي نهز الغادي ومنا فينا ناخذ. تشجع لي جون انت توا باش يشدوا نفس الثنية انا واش خص انا ماذا بينا ترجع احنا توا الصنعة هي بدات بقينا ما فماش معناها شكون يبدا توا نسيت يا خويا معار وبدات تمشي الصناعه التقليديه، شكون باش ياخذ من عندك صناعه تقليديه؟ كل امراه نساء هما يطرزوا هما اللي قاديين وهما اللي قاديين في جبال، فهمتني؟ توا لي جون هاو فما برشا اللي بدا يرجع لك الكدارن وفما برشا اللي بدا يرجع لك الحاجات التقليديه. ان شاء الله. لو كان جاو يلبسوا كيكه في التقليد توا كل شيء الناس كل تخدم. ياسين قداش عمرك انت؟ 36. 36 سنة، قداش عندك في الصناعة هذي؟ 6-7 سنين. كنت سمعتني كنت سألت أنا الحاج كنت نحكي معاه اللي عرف كنت نحكي معاه عنده 50 سنة وسألته على الشباب جينيراسيون تاع توا مازال فما توجه من خلالهم أنت معناتها من خلالك أنت قاعد نسأل توا 36 سنة أمام الصعوبات اللي تمر بها معناها اللي يمر بها القطاع هذا واللي سمعتهم أنا وحكيتهم لي أنت ما زلت عندك رغبة وما زالتك الرغبة؟ بإذن الله بإذن الله ما زالت فما رغبة، فما زاد شكون يحب يتعلم، بقينا كثرة المشاكل متاع الصنعة هذه تخليه يوخر يقدم هكا يجي ساي تنفع ومش تهبط كيما اللي كان يخدم بكري صوفيا بالسيف هبط وتغرمت وتعلم، فما زاد شكون يحب، لكن كي تلافت يلقى فيها برشا صعوبات، صعوبات من شنو؟ صعوبات من تسويقها من ماتير بريمير، ديما ذوما زوز ناقصي عندنا لهنا في الصنعة ما همش لاهين به، فهمنا؟ بالنسبة للحايك قبل كانوا يلبسوه فقط، تو قاعدين يبدعوا فيه، قاعد تخرج منه الجبة، برنوس، فروشات، كوسانات، قاعدين يرجعوا، كلها قاعدة ترجع تخدم في الحايك، بإذن الله فما. قبال جديد طوروه، خاطر احنا تو نخدموا الحايك يتعدى من هنا يمشي لك اللي يطرزوا، النساء اللي تطرزوا تفصل، قاعدين يبدعوا فيه، فهمت؟ تنقص اني قلت لك حاجتين، ماتير بريمير، دولة مش موفرته، والبلدية في الليزوكال تشوفها كلها مسكرة، فهمت؟ وتسويق من شير دار الطاب، هذوما الثلاثة اللي مقصرين. بقيت انا فماش يخدم ويصور ولا باس لعبانا اندثرت قتلوها بخلي قوات قد ماتت ما عادش في الفيلة كتجيش عروسة قروية حرة فهمت تخدم لك بقيت هالكلها حتى اللي مازالوا يخدموا كعبتين وكعبة في الرجال الكبار ما عادش برشا